تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود متابعة حصاد وتوريد محصول القمح من المديريات، وتعد محافظة الشرقية من أكبر موردي القمح على مستوى الجمهورية، حيث تضم أكثر من 380 ألف فدان تمت زراعتها بمحصول القمح في العام الجاري. المزيد من التفاصيل رصدتها لنا مريم جمال مراسلة دي أم سي. نعم، تحياتي لكافة مشاهدي قناة دي ام سي الكرام من محافظة الشرقية وتحديدا من ديار بنجم التي تعد محافظة الشرقية من اكبر الاراضي المنزرعة لمحصول القمح في الجمهورية. تقع مساحات الاراضي المنزرعة بالقمح حوالي 380 الف فدان. اسئلة كثيرة بتدور في الاذهان سيجيب عليها ضيفي الكريم الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية. بعد التحية لك يا دكتور، ما الندوات المتبعة خلال الفترة الأخيرة لدعم المزارع وللوصول للنتائج هذه النتائج الناجحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا برحب بكم في محافظه الشرقيه اللي بتعتبر اكبر محافظه في وجه بحري مساحه لزراعه القمح، زي ما قصعتك وكرمت كده وقلت 380 الف فدان. هي في كل سنه تقريبا ما يكون حوالي 400 الف فدان تزيد او تقل، ودي بتعتبر اكبر محافظه في محافظات وجه بحري زراعه للقمح. المساحه الكليه طبعا لمساحه مصر كلها ابل وبحر تقريبا 3.2 من 10 مليون فدان، بيجيبوا لنا تقريبا ما يقرب من حوالي 10 ل 10 ونص مليون طن. ده بيتغطي تقريبا حوالي من 50 ل 55% من احتياجاتنا. طبعا بقيه الاحتجاج الجاب ما بين الانتاج والاستهلاك، والحمد لله يمكن الدوله المصريه بقياده فخامه الرئيس طبعا بتولي اهتمام غير عادي بالمحاصيل الاستراتيجيه وعلى راسهم طبعا القمح. طبعا احنا بنشتغل على اكثر من محور عشان نقدر نشتغل ونوصل للخطه الاستراتيجيه بتاعتنا 2025 2030. الهدف من خطه ان انا افضل اغطي من 2025 اغطي ما يقرب حوالي 60% من احتياجاتنا، اوصل بان شاء الله 2030 ل 65 ل 70% من احتياجاتنا، وده وارد وبقوه ان شاء الله على مدار ان احنا بنشتغل من اكثر من محور تنميه. محور التنميه الاولاني طبعا اللي هو طبعا اللي هو محور التنميه الافقي، والمقصود بيه طبعا زياده المساحه المنزرعه كل سنه، وده الحمد لله يمكن الدوله بتقوم بيه، الدوله المصريه بتقوم بيه بشكل كويس جدا، وده ظاهر جدا وقائم بالنسبه للمشاريع القوميه اللي موجوده في توشكا، موجوده في شارع العوينات، موجوده في مستقبل مصر، في طريق الضبعه. كل المشاريع دي الحمد لله يمكن بتتضاعف المساحه سنه بعد سنه، وده المحور التنميه الافقي. نيجي نتكلم بقى اللي احنا بصدده النهارده اللي هو تعظيم الانتاجيه اللي هو محور التنميه الراسي. الهدف منه طبعا ان عظم الانتاجيه من وحده المساحه، وده الحمد لله بيتم اكثر من عامل. العامل الاولاني طبعا ان انا اضاعف المساحه، اضاعف الحقول الارشاديه، يعني السنه دي عملنا حاجه كويسه جدا بدعم وتوجيه من معالي وزير الزراعه ان انا اضاعف الحقول والتجمعات الارشاديه على مستوى جميع قرى مصر، ان انا اغطي كل قريه بحقل او تجميع ارشاديه. وقد كان الحمد لله عملنا السنه دي 7000 حقل وتجميع ارشاديه، بالمقارنه بالسنه اللي فاتت كانت تقريبا 3500 حقل ارشادي. وبالتالي انا النهارده متواجد مع اخواننا المزارعين بدايه من الموسم الزراعه لحد مرورا بمراحل النمو حتى الحصاد، متواجد معاه بجميع معاه في ندوات حقليه ومدارس حقليه، ندوات ارشاديه، كل ده عشان اكون متواجد مع المزارع عشان اقول له اختار صنفك التماسيه الصنفيه، اقول له ممارسات زراعيه مثاليه، اقول له طريقه زراعيه جديده، اعرفه بالصنف الجديد ازاي يتعامل. وهذا كان ما يدور في الندوات لدعم المزارع كده. بنتوافق معاه بدايه ان انا نعرفه في طبعا نقول له السياسه الصنفيه عشان يختار الصنف الملائم له في المنطقه بتاعته، ما يقدرش يجيب حاجه خلاف السياسه الصنفيه. اكون متواجد معاه لو صنف جديد ازاي اتعامل معاه، اكون متواجد معاه بطريقه زراعيه جديده مثلا وليكن زي المصاط اللي انت بصددها النهارده بنشتغل عليها. النهارده اصبحت كل سنه بتضاعف المساحه بطريقه المزرعة على مصاطب لما لها من مميزات انها بتوفر في التقاوي، بتوفر في الميه، بتزود في المحصول، كل ده بينعكس على اخواننا المزارعين، بيزود دخله وبالتالي بنزود انتاجه ودخله ونضمن له حياه كريمه، وده الشعار اللي بينادي بيه فخامه الرئيس. بشكرك شكرا جزيلا لضيفي الكريم الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقليه. هذه كانت اهم وابرز التفاصيل لدينا من محافظة الشرقية وتحديدا من ديار بنجم، وإليكم في الاستوديو.